انا شوف شيف ما نكذبش عليك، انا نشفى ذاك الوقت كنا قريب العيد الكبير، يسمى نهار قبل العيد الكبير، كان بابا مسكين الله يرحمه داخل بالكبش باش يفرحنا، بابا كان مريض شويه منا، ما باليش انا دخلت للدار في هذيك الليله نشوف واحد السيد يعرف يما صوته من الحيط، نشوف وليد خالي حكموا بابا خنقوه بالسلك. معليش والي، شوف على بالي باللي هذه حاجه صعيبه عليك، صعيبه على كلش بصاحبك، خلاص حنا نواجهوها هذه، اعطينا واش كاين بليز ديتاي كلش. هي العام شحال؟ 94 قلت لي هكذا كان جوي 94، كان في عمرك 10 سنين في الصالات هذه في الدار تاعكم اللي راكم ساكنين فيها دروكا تاع برج البحري. انت شكون اللي شفت يماك؟ وليد خالي. وليد خالك واحد الراجل اللي يعرف يما. وليد خالك وواحد يعرف يماك، شفتهم ثم في الدار. شكون اللي خنقوا اكثر؟ شكون لك شافيه؟ هذاك السيد حكم ما شفيتش مليح، ويما كانت تحاوس فيا تقول لي روح ما تريحش، وتقول لي وحكمتني قالت لي تهدر ولا انا كنت خافي من هذاك الوقت صغير شاف.